كانت اصعب حاجه في الفيلم ده، ان بتعمل خمس حواليك بتخش في البيك بتاعها، ولازم تفهم كل اللي بيحصل وتفهم التاريخ بتاعها جاي منين وايه اللي حصل بيها. واحنا ما يعني انا شخصيا، وده اللي لقيته ظهران، ان احنا ما ينفعش نبقى بيسموها يعني ديكتيتنج، او ان انا اقعد ارغي واقول لك شخصيه في الرغي. دي من اوحش الحاجات اللي تعملها، ان انت بتحكي الحدوته وانت اتنين بيتكلموا فانا احكي لك الحدوته بتاعتك كلها. ده وحش قوي. فده كان اصعب حاجه. انما المده بتاعتها هي خلصت هنا، ما ينفعش نطولها. لو طولتها انت تحس الناس دي سايبه الموضوع ليه؟ فاهم؟ هو لازم يخلص هنا، لازم الحدوته تخلص هنا. عشان كده ما بتقدرش تتحكم. يعني احنا عمرنا ما حسبنا الحدوته دي هتبقى كذا، والحدوته دي كذا ليها، والحدوته كذا. لا، احنا بنمشي وهنخش تاني. هنا الموضوع خلص. هنا الحدوته لازم تبقى كذا في وقت قصير جدا. ده بيحصل مثلا في الافلام القصيره. بس ده انت الفرق بين ده وبين انت بتتفرج على خمس افلام مختلفه قصيره، ان في ربط بين الحدوته في الموضوع نفسه. وفي النص ظهران عمل حاجه حلوه جدا، ان هو ربط لك حتى في الحدوته. يعني انت في الفيلم كده ممكن ما تبقاش متخيل انت خلصت الحدوتين الثلاثه الاولانيين هتخش على بعدها. لا، احنا قررنا ان احنا لا، لازم نربطهم ببعض. وده اللي هو كان عامله ذكي جدا في الحكايه، وكان ده اللي كان عجبني في الموضوع، ان هو ربطها مع بعضيها بطريقه معينه وبطريقه سلسه، وربطها بين الحواديت. ما اعرفش الناس، مش انا مش عايز احرق الفيلم، بس الناس اللي شافت فيها هتبقى فاهمه انا بتكلم فيه. ف انا فاهم سؤالك جاي منين، بس اعتقد ان احنا كنا عارفين الموضوع ده وعالجناه على قد ما نقدر يعني.